السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد في المشتريات ديالتي للدخول المدرسي، وشنو شريت ثمن بريمارك بروموسيون. ودابا نبدا معكم هاد الفيديو البنات، غيكون فيه المشتريات ديالتي من بريمارك ومن السوق ومن اكسيون، كلشي غادي نوريه لكم. ودابا نبدا معكم البنات، خديت هاد الكارطاب اللي الثمن ديالها 19 اورو و99 فوالا، 19 اورو و95 دي ستيتش. خديت مع هاد لي بواط لي في بريمارك، هادي البنات ما خديتهاش من بريمارك، خديتها من مانو، جابوهم تفكورة وليني ما لقيتهمش. خديت هاد لي بواط لي فيها ثلاثة، الثمن ديالها 5 اورو، تتجي على هاد الشكل، وحده صغيره وحده مويا وحده كبيره. خديت البنات هاد لا غورد لي الثمن ديالها 3 اورو 50، خديت منهم جوج. ايوا البنات، النهار الاول غادي يكون كله ستيتش. شوفوا معايا هاد الكولي هذا اللي الثمن ديالو 3 اورو و50. خديت البنات هاد الباسكيت هادي اللي حتى هي ستيتش، الثمن ديالها 17 اورو. خديت البنات هادو اللي الثمن ديالهم 3 اورو، وخديت هذا اللي الثمن ديالو 5 اورو و50، فيه جوج حتى هو ستيتش. وشنو خديت تاني البنات؟ خديت البنات بواطه كبيره، دابا نوريها لكم حتى هي، ما عرفتهاش في اين صاك. خديت البنات هادو حتى هما الثمن ديالهم 3 اورو. خديت البنات هاد التيشيرت تاو ديال ستيتش اللي الثمن ديالو 3 اورو، خديتوه البنات من كيابي. انا ديجا عندي لا غوب ديال ستيتش، غير زدت هاد التيشيرت. هادي هي لا بواطه البنات اللي الثمن ديالها 6 اورو. حنا عاده تبدا عندنا ليكول. خديت البنات هاد الكارطاب ديال سونيك، خديتها من بريمارك اللي الثمن ديالها كان 16 اورو، وريتها لكم في الفيديو حتى هي. تتجي البنات على هاد الشكل. وخديت لها لا غورد اللي الثمن ديالها واقيلا 3 اورو، انا خديتها قبل لي فاكونس كانوا دخلوهم هاد لي غورد. خديت هاد لي بوط اللي فيهم 3 حتى هما الثمن ديالهم 5 اورو، وزدت واحده اخرى تاني لا غورد من مورا لي فاكونس ملي رجعت، الثمن ديالها 3 اورو. وخديت هاد لافاغ تاو ديال سونيك اللي الثمن ديالو 7 اورو. سونيك البنات خديت هاد الموديل، وكنت فايت خديت هاد الموديل تا هو اللي الثمن ديالو كان تنظن واقيلا 25 اورو، رجعوه 15 اورو ورجعوه 10 اورو. هذا البنات خديته ملي كانت الدي دارت بروموسيون، خديته ب 10 اورو. وخديت لي هاد لافاغ تا هو اللي الثمن ديالو 5 اورو، هذا صغير شويه على هذاك اللي وريتكم. وريتكم البنات جوج ديال لي غورد، راه عندي حتى لابواط. هادي هي البنات هي لابواط الثانيه اللي الثمن ديالها 5 اورو، راه فيها ثلاثه، بلاتي نوري لكم وحده منها. شوفوا معايا البنات الموديل كيفاش يجي، الثمن ديالهم 5 اورو. خديت البنات هاد لاطروس هذا ديال سونيك اللي الثمن ديالو 5 اورو، خديت منه حتى هو جوج. خديت البنات هاد لي باسكيت ديال سونيك اللي الثمن ديالهم كان 20 اورو، الثمن ديالهم 20 اورو، خديت جوج. تيشعل فيهم وقيلا الضو. وخديت هاد التيشيرت اللي كان الثمن ديالو 4 اورو و50 حتى هو ديال سونيك. خديت واحد التيشيرت وواحد بيل، نوريكم الموديل الثاني اللي الثمن ديالو 9 اورو. بريمارك خديت هاد لونسوم ديال ميكي اللي الثمن ديالو كان 18 اورو، داروا ليه 10 اورو بالبونطالون ديالو. خديت البنات منو جوج، شوفوا معايا وراه سخون البنات من الداخل، شوفوا معايا من الداخل كيفاش داير. هادو هما لي دو زونسوم اللي خديت، 10 اورو الواحد. خديت هاد لي صندل اللي وريتكم في الفيديو، الثمن ديالها 15 اورو، تتبقى لكم ب 7 اورو، كانت بالنوار وكانت بالبلون. خديت هاد البنطلون حتى هو كان بروموسيون من 17 اورو ل 7 اورو، وريته لكم في الفيديو حتى هو. هذا البنات ما كانش في بوردون امير، كان في سونتر فيل، كانوا فيهم اللوينات، كان وقيلا البيج وكان تا النوار.
شوفوا معايا البنات، هو اللون تاني نوار، هو من 17 أورو ل7 أورو. حيت البنات هادو اللي كان الثمن ديالهم 3 أورو رجعوهم بأورو في بخي مارك، وكانوا بكمية كتيرة، وريتو لكم في الفيديو. وخديت البنات هاد التيشورت ديال اولك اللي الثمن ديالو كان 10 أورو، خديته ب5 أورو، تا هو من بخي مارك. خديت البنات هاد التيشورت اللي كان الثمن ديالو 4 أورو 99، خديته 70%. خديتو هذا من ويبرا. خديت البنات هادو من ليدا اللي كانوا دايرين بروموسيون، تاخدو جوج واحد غراتوي، خديت 3. هاد البروموسيون تا هي وريتها لكم في الفيديو. وخديت البنات من السوق هاد لي كريون فيهم 18 واحد، الثمن ديالو اورو. خديت البنات هاد المضيدرات تا هما وريتو لكم في الفيديو ديال السوق، الثمن ديالهم اورو لا بياس. خديت هذا تا هو الثمن ديالو اورو. خديت هادو تا هما من السوق اللي كان الثمن ديالهم اورو، راه وريتو لكم، راه كانت مخاطفه البنات. وخديت هادو اللي تا هما كان اورو، كانوا بزاف ديال لي زارتيكل باورو في السوق. وخديت هاد الفوطه اللي تا هي كان الثمن ديالها اورو. اورو لا بياس. خديت فيها البنات 3 ديال الوينات. خديت البنات هاد لي صندال اللي كان الثمن ديالهم 3 أورو. هادو البنات ماشي مره واحده خديتهم، يعني كان كل مره تنمشيو تناخد حاجه، وجمعتو لكم في فيديو واحد. خديت هاد البنوار ديال الحمام اللي وريتو لكم تا هو في الفيديو ديال السوق ديال الاربعاء، وتا ديال الخميس الثمن ديالو 3 أورو، جوج شكيلات فيهم، هادو هما اللي كانوا. البنات هاد البلاطو اللي عنده لي بوني الثمن ديالو ما بقيتش عاقله، وقيلا 4 أورو 99 ولا 7 أورو 99، راه وريتو لكم ملي دخلوه اكسيون، ونوريكم شي لاخرى باقي الفوق. وخديت هادو اللي الثمن ديالهم وقيلا 50 سنت، هذا خديته من ترافيك. خديت البنات هاد لي طاجير من اكسيو اللي وريتها لكم في الفيديو، اللي فيها 22.6 على 22.6 على 20 سنتيمتر، خديتها البنات ب 3 أورو و99. فايت شارية البنات كبحال هاد الموديل، وليني هاد العام راه زايدين هاد الجناب ديالها، وصحيحه البنات ماشي كبحال اللي كان من قبل العام اللي فات. خديت هاد الزليف من مارشي تا هما الثمن ديالهم اورو، طبيصلات هما اورو صغيورين، وكاينين حتى الكبار اورو. هانتوما البنات، كاينين البنات لي زاسيات كروز، وليني ملقيتهم تقاداو. خديت 6 من الكبار و 6 من هادو و 6 من الصغار. هادو البنات خديتهم من بريستول، كان الثمن ديالهم 73 أورو و99، خديتهم 50%. انا خديت وحده كبيره وحده مويان، كيما تتشوفوا راه اكستونسيبل. ودابا غادي نحلها معكم كما تشوفوا من الداخل ديالها. كاينه هذه الصغيره اللي كانت الثمن ديالها حتى هي 59 أورو و99، خديتها بنص الثمن، يعني بجوج هما البنات 70 أورو. واحد النسبه الصغيره نحلها معكم، شوفوا معايا كيفاش دايره من الداخل. هذا هو لونسومبل اللي خديت، صغيره والكبيره. خديت البنات هاد الصاك اللي كان الثمن ديالو 3 أورو و99 بأورو، راه عند المغاربه وما تاخذوش بأورو. خديت من جوج، وهذا الثاني. خديت من بريستول حتى هاد لي صوندال هادو اللي تيشعل فيهم الضو، الثمن ديالهم كان ديالهم 24 أورو و99، خديتهم 50%. خديت البنات هاد لي صوندال من المغازان ديال بريستول اللي دايره ليكيداسيون، اللي غادي تسد في الاخر ديال الشهر، الثمن ديالها 19 أورو و99، خديتها 70%، 6 أورو البنات. وخديت الموديل هذا ديال الوليدات اللي تا هو نفس الثمن 19 أورو و99، خديته ب 6 أورو. واخر حاجه البنات خديت هذا اللي الثمن ديالو 64 سنت، راه كاين في التخفيضات ديال الاسبوع،
وخديت هاد ليبونج هادي مع السيبور ديالها اللي الثمن ديالها 82 سنت، عاد دخلوها دابا نوريها لكم في الفيديو ديال لامارك البينا. وهنا نكون جيت معكم لاخر ديال الفيديو، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، الا عجبكم ما تنساونيش باللايك والكومونتير وابوني فلاشون باش يوصلكم ديما الجديد، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. بالسلام عليكم.